تانية مهمة بما انك ستايلست بقى وبتحبي الشوبينج كمان. انت دلوقتي قبل ما بتروحي السفرية بتعملي ايه؟ يعني بتعملي سيرتش مثلا قبلها، مثلا البلد دي المفروض الستايل بتاعها يبقى عامل ازاي، او الكولرز بتاعتها، الالوان اللي المفروض تلبسيها، هلبس حاجات مثلا السيزن او الجو هيبقى مثلا شتوي ولا صيفي، بتحضري لكل يوم لبس معين قبل السفرية وبتعملي كده برضو مع بنوتك ولا لا؟ يعني قولي لي تحضيراتك كده وانت طالعه السفرية بتعملي ايه بالظبط from A to Z؟ بصي يا يعني انا لما باجي بعمل بلان للسفرية بعمل بلان بالاماكن أوكي. وباللبس اللي هلبسه في الاماكن أوكي. ومعايا كام اوتفيت في اليوم، وممكن كمان احضر كده، ببقى ماشيه طول السفريه بشنطه باك باك مثلا او شنطه صغيره ببقى حاطه فيها اوتفيتس تانية بغير في اي حته. اوكي. فانا بالنسبه لي السفريه عباره عن انا بحضر كاني بحضر سين، بحضر أيوة. مشاهد، انا عارفه انا هعمل ايه، انا عارفه انا هصور ايه، عارفه هنبسط فين، هلبس ايه، لان كل بلد ليها تاريخ مختلف وليها ستايل مختلف بالظبط. انا محتاجه ان انا عايزه اعمل صور حلوه تبقى لايقه مع الباك جراوند، مع الباك جراوند اللي بتصوري معاها بالظبط. طبعا بدور على ابلكيشنز السوشيال ميديا، بكتب اسم البلد وجنبيها هيدن جيمز، بكتب في كمان ان انا بشوف دلوقتي بقت معترف ان البلوجرز او الترافل بلوجرز بره اكتر من مصر هم اللي بيعملوا كده، ان بينشروا شورت فيديوز للاماكن اللي كانوا فيها وبيكتبوا هم راحوا فين. ايوه. وبيطلعوا فعلا هيدن جيمز. وانت كده كانك تكوني بتساعدي برضو الـ الشباب اللي في سنك، ان هم مثلا اللي خايف مثلا يروح البلد فلان، خايف مثلا انه يروح ما يستمتعش، مش عارف ايه البلد جواها ايه حاجات حلوه يقدر يعملها، مثلا عنده شورت تريب او هي مثلا سفريه قصيره جدا 3 4 ايام وعايز يلحق يعمل كل حاجه او يشوف معالم كتير قوي في وقت قصير ومش عارف يعمل ايه، او البادجت بتاعته مثلا مش كبيره ومحتاج مثلا يدور على اماكن اوتيلات في السنتر مثلا بتاعه البلد ومش عارف يجيبها منين. انت بتعرفي تعملي ده وبتعرفي تظبطي الحاجات دي كلها؟ لو بتعملي بقى الفيديوز دي بتلاقي فيدباك من الناس كويس ان هم فعلا يعني استفادوا من الفلوجز بتاعتك دي؟ بصي هقولك على حاجه، اكتر حاجه بنبسط منها جدا ان الناس بتقول لي ساندرا انت اديت لنا طاقه ايجابيه. أوكي. انت اديت لنا الموتيفيشن، الحافز اللي يخليني اقدر اسافر، لان في ناس بتبقى خايفه لاول مره، سبيشالي البنات. سبيشالي البنات بتبقى خايفه، وسبيشالي كمان لو قاعدين لسه مع اهاليهم، حتى لو سنهم كبير وقاعدين لسه مع اهاليهم ومسافروش قبل كده بيبقوا خايفين حتى تو اكسبلور او ان هم يشوفوا بلد جديده ويروحوا، خصوصا لو اللغه بقى عارفه، لو اللغه هم مش عارفين لغه، يعني لو اللغه مختلفه، او لو انا رايحه واول مره اركب مواصلات في بلد مختلفه، او اول مره مثلا. ساعات في بنات تقول لك انا خايفه اتوه، يعني مش لازم تبقى هي خايفه ان هي بني ادم خواف، لا هي خايفه تروح البلد تتوه ما تعرفش تعمل ايه. فبرضو التيبس اند تريكس او الحاجات دي انت بتعرفي يعني تدي مثلا بوينتس كده للبنات او للناس ازاي يعرفوا يتعاملوا في حاجه زي كده؟ اول مره سفر ده لازم نعمل سيرش، هنروح بلد تكون يا ريت امان شويه. طبعا في بلاد معروفه ان هي مثلا شوارعها ضلمه، ما فيهاش امان، ما فيهاش مواصلات اصلا غير التاكسي او الابلكيشنز. هو الاحسن ان احنا نشوف بلد فيها اندر جراوند، لان حاليا في ظروف الغلاء والعمله اللي احنا فيها انا مش هقدر، ما عنديش الامكانيه ان انا ادفع في التاكسي 60 او 70 يورو طبعا، او بالدولار عشان خاطر مثلا اوصل من المطار للاوتيل. أيوة. طب انا اقدر ان انا اروح او ادور على بلاد هتسهل لي القصه دي بدل ما اتعب في المواصلات وادفع الطقطقين زي ما بتهيالي يوروب فعلا المترو بالنسبه لها او الاندر جراوند ده حاجه اساسيه جداً. فده هيسهل عليهم وبتهيالي البادجت بتاعتها هتبقى اقل برده بكتير. اكيد. كمان انت ممكن تقدري تعملي كروت بالاسابيع، يعني ممكن تعملي كروت باسبوع كامل او بيومين، وات ايفر بقى انت بتختاري نوع الكارت عامل ازاي. أوكي. كمان بيسهلوا الانتقال من المطار للاوتيل. أوكي. فالموضوع بيكون سهل وبادجت قليله. أوكي. كمان انا لما بنزل في اوتيلات بنزل في حاجات اللي هي اسمها لو بادجت او البادجت اوتيل، ما بدفعش كتير، واخده دايما بالفطار، لان أوكي. غير كده بتبقى الدنيا بايظه خالص. اكيد بالبادجت بتبقى اعلى، انما لما بيبقى بريكفاست ممكن تعرفي تظبطي امورك لحد مثلا نص اليوم بالظبط، غير ان هم بره البريكفاست اساسا عندهم سعره قليل، انت لو بتضيفيه على الاوضه تقريبا بتزودي على الفرد حاجه بسيطه 7 يورو أو 10 حاجه كده. اللي هو انت اصلا لو روحتي قعدتي بره وشربتي بس قهوه وقعدتي خدتي ساندوتش هتدفعي اكتر من كده. اكتر من كده صح بالظبط. ده غير ان انا مثلا بحب ان انا اكون يعني عامله التبس بتاعتي في حاجات كده دلوقتي مثلا بره
لما بتروحي سوبر ماركت لازم تشتري الشنطه بلاستيك. الشنطه بلاستيك اه، بس دي بفلوس يعني، احنا عندنا هنا شنط البلاستيك عادي، خد زي ما انت عايز، خد زي ما انت عايز فعلا. انما انت هناك انت فعلا الشنطه بفلوس، بيسالك حتى قبل ما تيجي ماشيه بالزبط. هتحتاجي الشنطه ولا هيبقى انت معاكي شنطه تاخدي فيها حاجتك؟ بمشي بشنطتي القماش، ببقى محضره حاجتي، ببقى واخده في اساسيات على ورايحه مثلا بلاد اوروبيه صيف شتاء، باخد بقى الشمسيه في الشنطه طبعا عشان الدنيا بتمطر ممكن هناك في اي وقت، حتى بالزبط. سيزن صيف او شتاء ممكن تمطر في اي وقت. ببقى واخده الاساسيات بتاعت بنتي، ببقى مأمناها عشان لو تهت، لان انا مهما كنت اكسبرت في السفر انا بتوه عادي جدا. أيوة. وما بحسش بالخوف، بالعكس بهدى خالص وعادي يعني، ما فيش حد ما بيروحش اخر اليوم. هروح اروح هروح فهماك. فانا عشان لو تهت ببقى محضره لك كل حاجه في الشنطه، من اول الميه، العصاير، الاكل بتاعها، مأمناها في الشنطه اللي معايا. ده غير بقى واخده لبس معانا زياده اكسترا. ايوه صح.